Good morning. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. السيد رئيس مؤتمر المفوضين المندوبين المفوضين أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود معالي الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ونائبه المحترمين السادة مدراء القطاعات الثلاث المحترمين السيدات والسادة أنقل لكم تحيات فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور محمد شتية وتحية من الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه في عاصمته القدس الشريف. في البداية أشكر جمهورية رومانيا الشقيقة حكومة وشعبا على حسن الضيافة والاستقبال في مؤتمر المندوبين المفوضين 2022. ومن هذا المنبر نؤكد على دور الاتحاد الدولي للاتصالات في تحقيق الوصول العادل والشامل لكافة الأفراد والخدمات لخدمات الاتصال والإنترنت التي باتت ضرورة ملحة في هذا الوقت، كما نؤكد على التعاون المستمر والتكامل في العمل مع دول العالم الشقيقة. الحضور الكريم السيد الرئيس، إن دولة فلسطين تحرص على مواكبة التطور، فقد تبنت الحكومة الفلسطينية السياسة الوطنية للتحول الرقمي لتعزيز التنمية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي والحفاظ على استدامة الأعمال واستمراريتها. سياسة التحول الرقمي تعمل على تحسين الأداء الحكومي في تقديم الخدمات، فمنظومة حكومتي التي توفر 17 خدمة إلكترونية كمرحلة أولى في مجالات متعلقة بوزارة الداخلية والأراضي والمواصلات والصحة، ويجري العمل على أتمتة الخدمات الأخرى التي يصل عددها إلى 1400 خدمة حكومية، والمنظومة حالياً في مرحلة التجربة والفحص الأخير، وسيتم إطلاقها في القريب العاجل إن شاء الله. يتم العمل على تحويل مكاتب البريد الفلسطيني لنقاط وصول رقمية لكافة المواطنين، والتي يصل عدد هذه المكاتب إلى 100 مكتب. التحول الرقمي يساهم في تحسين التميز والإبداع والابتكار لدى المواطنين، فتم إطلاق مبادرة مليون طفل مبرمج واستقطاب الدورات التدريبية التي تعمل على تحسين القدرات والمهارات البشرية. سياسة التحول الرقمي لتحسين فرص التوظيف وزيادة العمالة وتقليص البطالة وتمكين الشباب. سياسة التحول الرقمي لدفع عجلة الاقتصاد التقدم الاقتصادي والانفتاح على الأسواق من خلال تفعيل أدوات التجارة الإلكترونية واعتماد الترميز البريدي الفلسطيني. السيدات والسادة، الآن نحن بصدد توقيع اتفاق ثنائي نأمل أن يتم قبل نهاية العام الحالي لتشغيل خدمات الجيلين الرابع والخامس في الأراضي الفلسطينية، والذي يأتي بعد عدة لقاءات نتج عنها تخصيص ترددات للجانب الفلسطيني من الجانب الإسرائيلي، ونأمل من جميع الأطراف الدولية الشريكة الاستمرار في الدعم لضمان الوصول إلى اتفاق بأقرب وقت ممكن وتشغيل الخدمات. السيد الرئيس، الحضور الكريم، فلسطين تحتل المرتبة 68 عالمياً في متوسط سرعة الإنترنت الثابت، وذلك وفقاً للمنصة العالمية أوكلا، حيث يتم هذا التسارع في التقدم نتيجة إتاحة الفرصة أمام الشركات العاملة في قطاع الاتصالات بتقديم خدمات الإنترنت عبر الألياف الضوئية الـ FTTH، والذي خلق بيئة تنافسية جديدة انعكست على التطور التقني والاقتصادي. واليوم لدينا ما يقارب 8000 كيلومتر من شبكات الفايبر لكافة القطاعات. الشركات الفلسطينية تمتلك إمكانيات البنية التحتية والقدرات
والمهارات البشرية لتشغيل الخدمات المتطورة في الاتصالات والإنترنت. الحضور الكريم، جائحة كورونا غيرت من موازين القوى في العالم، وأصبحت التكنولوجيا ضرورة وحاجة أساسية، وتعلمنا منها الدروس، ويتم العمل لتطوير منظومة الخدمات والاستجابة للطوارئ. فسيتم يعني إنشاء مركز استجابة الطوارئ الموحد 911، والذي سنطلقه مطلع العام القادم. نؤمن بأهمية الشراكات الدولية، فمشروع البنك الدولي تيك ستارت لتنمية المهارات البشرية والقوى العاملة لرفع الكفاءة والقدرة الرقمية للكوادر والمؤسسات الخاصة. كذلك أطلقنا بالتعاون مع البنك الدولي مشروع تطوير الخدمات الرقمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي يهدف إلى النهوض بالاقتصاد الرقمي الفلسطيني من خلال تطوير الأسس القانونية والتنظيمية للاقتصاد الرقمي، من خلال إنشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات TRA وهيئة المصادقات الإلكترونية CA لاعتماد الوثائق والتواقيع إلكترونياً، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتنمية الكوادر البشرية. وفي الختام، نؤكد لكم أن استمرار نجاحنا وتقدمنا يكتمل بجهودكم معنا ودعمكم لنا، إيماناً بالدور الذي يقوم به الاتحاد والراية الإنسانية التي يحملها ويرفعها، وهو توصيل غير الموصولين بخدمات الاتصالات والإنترنت. ندعوكم إلى زيارة فلسطين لكي تتعرفوا على مهارات شبابنا وقدراتهم في إحداث تغيير حقيقي وتقدم إيجابي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أشكركم على حسن الاستماع.